رمضان أنا 39 دقيقة على راديو ميدا والعمل باش نحكيو عليه، نحكيو على شورب اثنين، ومعنا ممثل مسرحي كبير، ممثل سينمائي، ونشوفناه في شورب في دور شلومو اليهودي التونسي. معنا الممثل القدير حمدي حدا، مرحبا بيك وصحة شريبتك. يعطيك صحة، صحة شريبتك، ومرحبا كل مستمعين الإذاعة الجميلة نتاعكم. يعيشك ربي فضلك. دونك مش أول تعامل مع مديح بالعيد؟ خامس تعامل مع مديح بالعيد، دور شلومو اليهودي التونسي. احكي لنا شويه على التجربه هذه. والله حاجه جديده بالنسبه لي، انا عمري ما عندي كي ان بري رول دو كومبوزيسيون، دونك خدمه عنده ان اكسون، عنده حضور مختلف على الشخصيات الاخرى. الناس بالحق فرحان خاصه بالردود الافعال نتاع تاع الجمهور ونتاع لي بروفيسيونيل. برشا عباد من الميدان قاعدين يطلبوا فيا ويقولوا فيليسيتاسيون، معناها دونك صافي بليزير، الحق صافي بليزير، انا الدور نجح. دونك دور يهودي تونسي، دور حساس سي حمدي. انا دونك حكيت على ردود الافعال، التونسي قبل شلومو في شوارب اثنين حبوا والله ما سمعتك، سامحني انا مش كنت حريز بالتغلط. باهي، قلت لك نحكيو على دور يهودي تونسي، دور حساس شلومو. دونك حكيت على ردود الافعال سورتو نتاع الجمهور، نحكي هوني خاطر المتقبل هو اللي يهم نتصور بالدرجه الاولى. التونسي حب شلومو قبل دور شلومو، كيفاش كانت ردود الافعال؟ والله في المجمل ردود افعال مزيانه برشا. بيان سور فما ديما فما ناس مرضى هذوك ما نجموش نهربوا عليهم، دونك فما كيلكو كومنتير نتاع ناس قلوبهم معبيه بالكره، دونك هذوما ربي يشفيهم هذاك شنو نقولوا لهم. مي عامة بالحق العباد قبلت وعجبهم وعجبهم الاداء نتاعي، دونك هذاك شنو نشد الباقي الكل ما عطيتوش اهميه كبيره. اي حمدي، لي كومنتير كيفاش نتاع القلوب اللي قلوبهم عبيه بالكره؟ ما فهمنيش. لا فما عباد عندها مشكله مع اليهود، فما عباد ما تفرقش بين اليهود والصهاينه. دونك فوالا يفتاك يراي يهودي. معناها فما شكون جمله قال لي كيفاش تحكيوا على اليهود في رمضان، معناها تخلويز وجهل كبير. شفتوا الكومنتات شنو عملوا لهم اليهود في رمضان؟ شنو عملوا لهم؟ نسكروا عليهم؟ معناها سي نامبورت كوا، تخلف كبير. دونك هوني شلومو خرج من دور في عمل رمضاني، القضيه حساسه، طرح قضيه حساسه، فما عباد ما يقبلوش جوستومون مالوغوزمون توا ولا يفرقوا بين يهودي وصهيوني. دونك شلومو حسب رايك بعد الحلقات هذوما الكل نجم يبدل النظره هذه شويه في تونس؟ ان فيت شلومو حتى في اللبسه نتاعو احنا مع المخرج اكدنا وركزنا على اللبسه نتاع شلومو، شكون لبسه تونسيه بحته. شلومو يلبس كان جبايب التونسيه، يلبس بالحق خاطر شلومو قبل ما يكون يهودي تونسي. حبيت ناكد على الشيء انه تونسي راهو تونسي كيفو، جوست عنده المعطى نقل جيني تونسي. هذا هو الفرق بيناتنا. أنا ما عندنا حتى مشكلة مع اليهود، باغي نشوف اللي قاعد يصير في الغريبة. كيفاش يهود تجي ومتعاشرين مع المسلمين ومؤيد الإفطار شفناهم زادة ديرنييرمون. وعندنا من أكثر الوزراء قاعد يخدم في تونس ويهودي، دونك الدين حاجة خاصة بالي، ما عندناش علاش نحكي فيها من أصل. مشكلتنا مع الصهاينة كيما مشكلتنا مع الإرهابيين اللي قاعدين يقتلوا في الابرياء باسم الاسلام، زاد نفس الحكايه. ما لازمناش نخلطوا بين ارهابي وبين مسلم، ونخلطوا بين صهيوني وبين يهودي. دونك ركزنا على لو كوتي تونسي نتاع شلومو في تراث تونسي، معناها حتى اللهجه لاكسون ما حبيتش نتيح دون لا كاريكاتور. ما كثرتش ياسر من لاكسون هكا، جوست ساعة ينطقها شاي وكاو. بربي سؤال سي حمدي، قلت فما عباد ما نحبش نقولها، ما قلت فما عباد سبوني كاريمون هكا ولا سبوني؟ مي قلت لك هذوما عباد مرضى كاو، عباد مرضى وجهال، سورتو جهال حتى من ناحيه الدين نتاعهم، عندهم جهل كبير. ديننا دين تسامح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعاشر ويتعامل مع اليهود ومع الديانات الكل. هذيك اللي حاجه اللي يقلق توا، انه قاعدين نفسروا في الدين بالغلط ان فيت، اون سابروبري حاجات، معناها الكره نتاعنا نحاولوا نتخباو وراء
وراء دينا اللي هو غالط. دينا عمره ما كان كره وعمره بالعكس دينا دين محبة ودين سلام. أنت قلت قاعدين نتخبيه وراء الكره وراء معناتها وراء الدين ونخبيه في كرهنا وراء الدين. الدور هذا يكشف بعض الكراهية عدم التسامح في الأديان اليوم في تونس؟ ولا هو دور سي تاناكس خيز انفورتون في شوربة لخدم الحق ما صارش قبل وتناولنا اليهود في تونس اللي هما كانوا موجودين برشا قبل أزمة مصر معناها قبل 27 كانوا برشا يهود في تونس بعد خرجوا دونك كانوا يتعاشروا عنا يهود في حلق الوادي يهود في جربة يهود في مكنين عنا برشا بلايات في تونس نتوا معناها حوم نتاعهم يعني قلقني انه نركزوا على الدين ما لازم نحكي نتعاملوا مع الاشخاص ما نتعاملوش مع الدين نتاعهم على اخي عندنا عباد مسلمين وكوارث انا نشوفوا فيهم سافو با دير كل مسلم هو انسان طيب بطبعه هو انسان قبل كل شيء ولا اي حمدي هو سؤال كان انت باقي ما جاوبتنيش عليه كشف اللي فما بعض الكراهيه في تونس وعدم تسامح مع الاديان مع الأسف موجود مع الأسف عنا حتى الجهويات عنا الاختلاف الديانات ما نقبلوش الإنسان اللي مختلف علينا مع الأسف كسوا في الدين كسوا في الجهويات كسوا حتى في اللبسة إنسان يلبس كيفنا ما نحبوش حتى معناها حتى تو في رمضان معناها الحرب على الفتارة حاجة تخصهم معناها ما كل واحد حر في روحه حرية شخصية في الأخر بكل. وهوني سؤال يطرح روحه بعد ما سلط الضوء على الحكاية هذية شلوم اليوم نجم يبدل شوية من نظرة هذية حسب رأيك حسب تفاعل العبيد للميساج اللي يخلطوك؟ والله ياريت كان ينجم ما نصورش تبديل يكون بالسهولة هذه أما ياريت العبيد تكون تخزر شلوم تراه تونسي قبل ما تراه يهودي وبعد انفاش شفته تونسي تولي تقبل انه يهودي حتى مش كي ترى يهودي ديريكت فما رفض أما كي ترى الشلوم هو تونسي وأنا ذكر حاجة نحبين نوصلها تولي تقبل تقول أفرتو ولد بلادي معناها ما أموره أنا فات يهودي ولا تونسي ذكر حاجة تخصه معناها حسب ما تحكي انت ما نجمش يوصل شلومه ولا شوير بالكل الميساج اللي حاب يوصله اللي هو اليهودي تونسي قبل كل شيء والله لا إن شاء الله نوصلنا خاطر بالحق أكدنا على الجانب هذا قلت حتى من ناحية الكوستيوم أكدنا ومديح العين هو أكد معناها باش يكون شلومه ديما لابس باللبسة التقليدية التونسية باش نركزوا ومي اون ايفيدونس كوتي تونيزيا الوحيد اللي يلبس بريت كابار هو والشيخ صالح الوحيدين اللي قاعدين يلبسوا في اللبسة التونسية مش من عدم حتى الشيخ صالح عنده سامبولية سامبوليك نتاعو معناها يرمز للشيخ يرمز للزمني دونك دونك ان شاء الله اي ان شاء الله الميساج يكون وصل. خلينا نحكيوا على شورب كعمل ككل هذيا شورب اثنين مع اخراج جديد مع سيناريو جديد ديزاكس جدد تحلو شورب واحد لقى نجاح هذيا الكونتينيتي نتاع شورب واحد اللي كونتينيتي جينيرالمون اصعب منك تبدا عمل جديد نجح شورب اثنين في التحدي هذيا حسب رايك؟ لا نجح لا نجح معناها نشوف حتى ردود الافعال نتاع العباد يقول لك سنه خير من عمناه معناها صوره جديده ديناميك جديده ما قعدوش يلكلكوا في اللي صار عمناه تعداوا لمرحله اخرى ولما تفرجش في شور بواحد ينجم يتفرج في شور اثنين ويفهم معناها الشخصيه برانسيبال قعدت هي اللي هو شور اما تحل مشينا ديزاكس اخرين ومشينا حكايات اخرين معناها ما رجعناش لحكاية عمناوي حكيت لي على شخصية برانسيبال نحكيو على شورب لطفي العبد اللي برشا انتقادات عمناوي للشخصية وسيختو طريقة لعب الدو وبتتخفهم برشا انتقدوا شافوا لطفي ما هوش شورب السنة مع مديح بالعيد مع اخراج جديد كيفاش تشوف لطفي العبد اللي فيه شورب ادى الدور كما يجب نجح في دوره على الاخر وي انا لوتشي قنعني كمتفرج قنعني اون بليس جو بونس كو العباد تقلقوا شوية من شور بارابور لطفي العبدلي سيكو في الأدهان نتاعهم شور إنسان خليقة وبدين ألوغ كو اللي عرفوا شور وعشروا شور الحقيقي يقول لك لا كان زميمة ما كان مضاربي ومرامدي وحاجة أخرى راهو العمل هذا سيت اون فيكسيون
ماهوش دوكيومنتير، ماهوش حاجه، ماهوش قصه حياه نتاع عاشور. الشخصيه عاشت شرب انا فريمون ديتي من الحكايات اللي حكيناهم على شرب ما عمرهم ما عاشوا شرب وما كانش هكرا. دونك فوالا بتدخل حكايه ماهيش قصه حياه شورب، وهذا كان تقال وكان وضحه المخرج قبل. دونك خلينا نخرجوا من شورب من العمل، نقول لك برافو على دور شلوم واللي لقاه برشا نجاح والعمل زاده. دونك خلينا نحكيوا على الساحه الدراميه والاعمال الدراميه، كم هي من الاعمال السنه اللي حاجه فرحت التونسي، التونسي لقاه على شنو يتفرج. شنو رايك في الاعمال، شنو الاعمال اللي تفرجت عليهم السنه حمدي حتى؟ دونك انا ما تفرجتش حتى شيء، خذيت وقت انا حتى شرب حلقه اليوم شفتهاش، دونك ان شاء الله نشوفها اليوم بين مؤخر ولا غدوه الصباح. شفت شويه قضيه 460 صوره جميله برشا، اداء خارق العاده. ما كملتوش دونك ما نعرفش الحكايه شنو بالضبط. بديت نتفرج في النوبه عندي نهارين عمل وداخ، سمعت عليه كان حاجات حلوه برشا. سمعت برشا زادا برشا دي بون زيكو على المايسترو. ودارنا انا زادا شفت شويه لقطات، معناها بالحق محمد علي بن جمعه عجبني برشا خاطر سي ان فري رول دو كومبوزيسيون اللي عمله في محمد في دارنا. لا بالحق سناء لو شوا ايتي ديفيسيل. معناها على اليوتيوب كي تروح تتفرج حرت شنو تتفرج؟ حاجات دونك كي تروح على اليوتيوب ما تعاود كان شورب، ما فماش هكا فضول باش تكتشف الاعمال الاخرين على الساحه. دونك مشكلتي الوقت فما الوقت. انا شورب كنت نشوف نخله اليوم شفت لا، ساعات نقعد ثلاث اربع ايام ما نتفرجش شورب نلحقهم الكل. نوبه بديت فيها ويت البارح على يوتيوب وصلت الحلقه الخامسه، معناها بالحق ما نخدم برشا في رمضان دونك ما عنديش برشا وقت. دونك يظهر لي ما تنجمش تقول لنا شنو اكثر عمل شدك، ولا كومي ما عندك عمل في مخك تنجم تقول لنا اليوم شدك في رمضان سنة ابار شوير؟ والله ما تفرجت في حد شيء سانسيرمون، ما تفرجت فيه بكل. قلت لك النوبه تفرجت في حمصه خاطر الواله حلوه على الاخر عجبني لحد الان. شورب زاد عجبني، شكون فما مشاعر ما شفتوش زاد. كأولاد مفيدة ما تفرجش فيه حتى مرة، دونك ما نصورش كما تفرجش فيه اثنين نون بلو. علاش؟ لا ما واتيتش ما واتيتش، أنا راني ما نتفرجش في التلفزة، ما عنديش مانيش فاخو موقف من الأعمال الرمضانية. عملوا ما تفرجش فيه حتى شيء مثلا، حتى شيء. لا خاطر قلت لي الآخرين عاودتهم شوية على اليوتيوب، أما أولاد مفيدة قلت لي ما نصورش كان باش نحطوا. ما تفرجش فيه حتى واحد منهم أولاد مفيدة، لازمني هذا أولاد مفيدة أربعة. لازمني نرجع الاولاني والثاني والثالث، معناها فاتوني تروا سيزون. مولاد مفيد ما تفرجش مانيش نفهم حتى شيء، جيماجين خاطر يكون نعرف شنو صار قبل. خيرت ما تتفرجش خاطر مش من نوع الاعمال اللي يشدك، ولا جوست باقي نحكيو على الوقت؟ والله وقت مانيش مغروم بالتلفزه. بالتلفزه ككل، ما نتفرجش في البرامج، ما نتفرجش في المسلسلات، ما نتفرجش في التلفزه بكل، معناها بالحق ما عنديش غرام بالتلفزه. معناها نسيتي العزيزه ما نعرفهاش، فما برشا اعمال عباد تحكي عليهم ما نعرفهمش، ما عمرك ما تفرجتش فيهم. باهي قلت لي نسيتي العزيزه ما نعرفهاش، فهمت بالحق انت ما تفرجش في التلفزه بكل، ثمانية سنين عاشت معنا نسيتي العزيزه. دونك حمدي حدا نورتنا على راديو ميد، ميرسي بوكو، برافو على مداخلتك معنا، بون كوراج، وقاعدين نكملوا نتفرجوا في شورب. زاد ما ننساوش مسرحيتك المدك. مسرحيه المدك عملنا زوز عروض الجمعه هذه، عملنا في مهرجان المدينه نتاع السبيانه مع الجمعه. والبارح عملنا عرض في المسرح البلدي. وان شاء الله في الصيف عندنا ان تورني باش تصير زاد قرب اقليديا وفما بلدان اخرى مانيش نستحضرهمش. دونك مسرحيه المدك زاد تحيه على المسرحيه، هي ماخوذه من ديني تكون، دونك سي سلاح المصادق، سي توفيق البحري وغيرهم، وكنا حكينا عليها في راديو ميد. دونك نقول لك نورتنا، بون كوراج، وان شاء الله عيدك مبروك هكا بالمسابق. يخليك عيدك مبروك، وتحيه لكل مستمعينكم، وان شاء الله تخي بيانتو. يعيشك، ميرسي بوكو. وكان معنا الممثل حمدي حاده اللي شفناه في دور شلومو في شويرب. احنا راجعين بعد الموسيقى، خليكم برونشي معنا.